الأفراس رفعت فتحت البوابات انطلاقة على بركة الله لمهرات الانتاج عمر السنتين متنافسة على مسافة 1200 متر. متابعينا الكرام، الشوط الأول بجزئه الأول من سباقات الحفل الثاني عشر الأسبوع السادس لسباقات المصيف. الانطلاقة بدأت مع زواري في المركز الأول، وهبة الرحمن ابن سليمان جنديان في المركز الثاني من المسار الخارجي، فيما المتابعة مع أم الجواهر في المركز الثالث الآن تحاول أن تتقدم فيه. أيضا ماردين تقترب في المركز الرابع في هذه الأثناء. التحدي أشاهد في هذه الأثناء متابعينا الكرام ما بين زواري وأيضا وهبة الرحمن التي تتقدم للمركز الأول، والحضور قادم من بقية الأسماء مثل الورد وزواري، فيما وهبة الرحمن بكل قوة تندفع بكل قوة مع المئتين متر الأخيرة تتمسك بالصدارة. محبوبة حمدان قادمة للمركز الثاني، فيما وهبة الرحمن تتمسك للآن الخمسين متر الأخيرة. ابنة سليمان جنديان إلى خط النهاية أولا في حضورها الأول وفي مركزها الأول، ما شاء الله.